هنبدأ في الدراسة للنصوص الليتورجية الأولى في الكنيسة الأولى، نصوص من النصوص الليتورجية. النصوص الليتورجية الأولى مقصود بيها أقدم النصوص وصلت إلينا، يعني واحد يقول لي من القداس القديس مرقس هو أقدم نص وصل إلي، أنا مش أقصد كده. القداس القديس مرقس كتب في إمتى؟ تقول لي في القرن الأول الميلادي. درست النصوص الليتورجية الأولى معناها أقدم نص وصل في إيدي، يعني تقول لي المخطوط دي من القرن كام؟ قرن رابع، أو دي من القرن الخامس. ده المقصود كلمة بأقدم النصوص الليتورجية، إمتى النص وصل إلي. يعني مثلا في كانت مشكلة حصلت على كتاب من فترة بسيطة، إن حد كاتب بيقول إن أثبتت النصوص الليتورجية أن في الكنيسة الأولى ابتداء من القرن الثاني كانت المعمودية تتم باسم الآب والابن والروح القدس. معناها إيه؟ قبل كده كانت بتتم باسم إيه؟ ما فيش نص ليتورجي في ايدي. فكلمة النصوص الليتورجية الاولى يعني النص الليتورجي في ايدي وصل امتى، بغض النظر عن الممارسة دي ابتدت امتى. الممارسة ابتدت مع الرسل، لكن وصلت لي امتى؟ في نص مكتوب. فالمقصود بالنصوص الليتورجية الاولى اقدم نص وصل في ايدي على في المخطوطات. ايه اهمية دراسة النصوص الليتورجية الاولى؟ اول حاجة بتعرف على النصوص اللي كانت بتمارس في الكنيسة الاولى. يعني لما اقول لكم النص ده موجود من القرن الرابع، يبقى انا عرفت خلاص ان اكيد من القرن الرابع كان القداس المرقصي موجود او القداس الباسيلي موجود. تقول يعني لو في القرن الثالث ما كانش موجود، اقول لك لا، هم قالوا لنا ان النص دوت من ايام القديس مرقص الرسول، بس ما فيش نص في ايدي. فانا على الاقل من النص اللي في ايدي بتاكد انه على الاقل موجود من القرن الرابع، او على الاقل موجود من القرن الثالث. يبقى بعرف اول حاجه التعرف على النصوص الصلوات ازاي كانت بتمارس في الكنيسه الاولى. تاني حاجه التعرف على مدى تاثير المجتمعات المحليه والموروث الثقافي على النص الليتورجي، مثل التاثر بالمجتمع بالمجمع اليهودي او طقوس. احنا خدنا دور فات المجمع اليهودي وقلنا نصوص الصلوات في المجمع اليهودي وصلاه البركه، قلنا ازاي دخلت من المجمع اليهودي للكنيسه. مش عيب كقاعده، مش عيب ان انا استعير اي طقس من اي حاجه قبل المسيحيه حتى لو وثنيه، ده مش عيب. يعني واحد يقول لك ايه يعني الطقس ده انا واخده من الفراعنه؟ ايه يعني واخده من الفراعنه؟ ايه المشكله؟ في ناس بيبصوا ان الوثنيين دول ناس قفره، فعيب اخد طقس من الفراعنه وادخله في الكنيسه. هديكم مثل بسيط خالص، وانا عارف ان ده في كلام هجوم شديد جدا في الكنيسه على الكلام ده. انا بدخل الهيكل برجل اليمين ولا الشمال؟ الشمامسه اللي فيكم ليه باليمين؟ في هل في اي طقس في العالم بيدخلوا الهيكل برجلهم اليمين؟ ده موروث فرعوني سيد. موروث فرعوني فقط. اللي فيكم غاوي دراسه فرعونيه، جميع التماثيل الفرعونيه يتمثل فيها الفرعون داخل برجله اليمين الهيكل، عمره ما تشوفوا تمثال داخل برجله الشمال. ده موروث فرعوني. تيجي تقول النهارده احنا خدنا من حاجه من الفراعنه، ايه المشكلة؟ طب احنا واخدين الجلابية من الفراعنة، يبقى حرام دي بنقلعها؟ يعني ما تبصوش لأي حاجة واخدينها من طقس أقدم مننا إن دي حاجة نجسة ودخلت الكنيسة، لأن احنا نفسنا أولاد الفراعنة، ما قلناش إن احنا نجسين عشان أولاد الفراعنة. بعرف تأثير المجتمعات القديمة أو الموروث الثقافي القديم، سواء بعض طقوسنا واخدينها من الفراعنه او بعضها واخدينها من المجمع اليهودي، ما تفرقش عندنا، لان الكنيسه البيزنطيه خدوا من الشعوب اللي قبليهم، كنيسه روما خدت من الشعوب اللي قبليهم، واحنا خدنا من الشعوب اللي قبلينا. اللحن الشامي اللي بنقوله في يوم الجمعه الكبيره جايبينه منين؟ اللي هو بيكثرونوس جايبينه منين؟ طول عمرنا عارفين اللحن الشامي جايبينه من الشام، مش الشام. اما جايبينه منين؟ لبنان. بيكس رونز جايبينه منين اللحن؟ احنا مسميه اللحن الشامي. في اصل الفرعوني بيقولوا انه كان بيتقال في لما يقول الملك مات وفي تنصيب الملك الجديد. طب وليه سموه الشامي؟ الشامي دي بلد في الصعيد اسمها الشامه جنب الاقصر، شامه جنب الاقصر عند الدير البحري قريه اسمها شامه، فتسمى اللحن اللحم الشامي. بكل بساطة احنا كنا متخيلين كلمة اللحن الشامي ان هو جاي لنا من الشام، لا ده جاي من شامة من الأقصر. واللحن ده كما يقال ان لقوا نوتة موسيقية متسجلة على الحيطة مكتوب فيها الهزات بتاعت لحن بيكثرونس، فلحن بيكثرونس واخديه
من قبلنا من الفراعنة، من حتة اسمها شامة اللي فيه كراحة الصعيد اللي بيبقى الدير البحري اللي بيبقى على شرق النيل، الناحية التانية في نجادة، بين نجادة والدير البحري في الحتة ده هي دي القرية بتاعت شامة اللي واخدين منها اللحن ده. يبقى أول حاجة قلنا نصوص من الكنيسة الأولى، الواخدين منين بعض النصوص. ثالث نقطة تتبع نمو النص والظروف التي أدت لهذا النمو. يعني ايه تتبع نمو النص؟ النص الليتورجي مش نص ميت، ده نص بينمو، ممكن يكون ابتدى في الكنيسة صغير وابتدى يكبر يكبر. هناخد مثل ازاي النص بيكبر في ايدينا على مدى الازمان. نمو النص حاجة صحية مش حاجة مرضية. يعني لو النص بقوله دلوقتي وانا عرفت ان 100 سنة كان اقصر من كده وطول، مش عيب، مش عيب ان النص ينمو، بشرط ينمو نمو صحي. مش غلط ان الطفل ينمو، لكن الغلط ان ينمو نمو غير صحي. هي دي النقطة الاساسية. التعرف على مدى تأثير الليتورجيات القديمة بعضها على بعض. جميع الليتورجيات القديمة تأثرت وتأثرت ببعضها. الليتورجية القديس مرقس مع الليتورجية أورشليم بتاع القديس يعقوب مع الليتورجيات البيزنطية مع الليتورجيات كلها أثرت في بعض. عشان كده اللي تقرأ في القداس بتاعنا يقول لك مثلا صلاة الحجاب للقديس يوحنا المثلث الطوبة، ده كان أسقف يوحنا، ده مش يوحنا فم الذهب، ده يوحنا أسقف بصرة أو بسطرة، دي حتة في فلسطين. ففي حصل نقلنا من قداسات تانية حاجات دخلت من عندنا، وحاجات من قداساتنا دخلت في حاجات تانية. ده مش غلط بالنسبة للطقس الليتورجي. خمسة حاجة ونقطة الأخرانية، بنعرف على الصلوات اللي ضاعت مننا. ممكن نلاقي في نصوص قديمة بعض الصلوات كانت موجودة في القداس ومش موجودة دلوقتي. فأهمية دراسة، أنا بتكلم على أهمية دراسة النصوص الأولى، بكتشف نصوص في إيدينا للأسف كانت موجودة زمان وضاعت دلوقتي، وهل في إمكانية نرجعها تاني بدل ما ألف زي ما احنا قاعدين نألف مدايح كياك وإلى ذلك. طب ما اشوف الكنيسة الأولى كان فيه ايه، ربما الاقي مدايح تانية جديدة قديمة حلوة ولها معاني لاهوتية. فدرست النصوص الليتورجية الأولى بتعرفني على نصوص قديمة أنا محتاج لها وممكن كنت استفيد بيها. النصوص دي بلاقيها في ايه القديمة كلها؟ بنلاقيها في المخطوطات. كلكم عارفين يعني ايه المخطوطات؟ حد ما يعرفش يعني ايه مخطوطات؟ بس ما يعرفش مش لو كل عارف ننط الحتة دي. المخطوطات اي كتاب، اي كتاب ورقة او كتاب مكتوب بخط اليد اسمه مخطوط. بكل بساطة المخطوط مش حاجة مقدسة، اي ورقة مكتوبة زمان اسمه مخطوط. تفتحوا اي كتاب قديم عادي، تفتحوا كده هتلاقوا ورق ملازم متخيطة ومكتوبة بقلم الحبر، دي اسمها مخطوط. فكل ما هو مكتوب بخط اليد زمان يتسمى مخطوط. ايه انواع المخطوطات القديمة؟ اول حاجة في المخطوطات تعرفين البردي، هو العلم المخطوطات كله بيسموه علم الكوديكولوجي. كلمة كوديكولوجي جاية من كلمة كودكس، كودكس يعني كتاب. المخطوطات زمان ما كانش فيه حاجة اسمها كتب خالص. الكتب المخطوط عليها كتاب، ده اختراع مصري قبطي كانش موجود قبل المسيحية. قبل المسيحية يعني يقولك مكتبة الاسكندرية القديمة كان فيها 100,000 مخطوط. كان شكلها المخطوطات رولز، ما كانش في حاجة اسمها كتب خالص. الكتب لم تخترع إلا مع بداية المسيحية، لما ابتدوا يقروا في القداس البولس والكاسيليكون والبراكسيس كان يمسك ورقة كده والورقة دي ملفوفة رول ويبدأ يفتحها ويقرأ، بقى في صعوبة يقف فين ويحدد القرايات. فابتدوا قالوا طب ما هنكتبها على ورق صغير، طب ما نجمع الورق ده على بعض. فابتدأ يخترعوا الحاجة اللي اسمها كتاب. فالكتاب اختراع قبطي من الكنيسة القبطية، هي اللي اخترعت المخطوطات تحولها لكتب. بداية المخطوطات كانت أول حاجة البردي، عارفين البردي طبعا، نبات البردي ده حاجة زي الحلفة بتطلع على النيل، ياخدوا نبات الفراعنة ياخدوا النبات يقشروه يطلع اللحاء بتاعه، يفرشوا طبقة لحاء بالطول طبقة بالعرض يضغطوه عليها ويلزقوها تتحول لورقة. حد ما شافش ورقة بردي؟ كله شاف البردي ولا ما بتشوفوه قدام المتحف المصري تلاقي في ناس بيبيعوا صور برديات. يبقى اول حاجه البردي، والبردي دي كلمه يونانيه بابايروس اللي جاي منها كلمه بيبر، هي نفس الكلمه دي اللي جت منها كلمه البيبر. دي اول حاجه نبات البردي. البردي ده كانوا يكتبوا عليه فتبقى هي دي الكتاب بتاعه.
انا بشرح بس المصطلحات دي عشان هنستخدمها بعد كده في القرايه. تاني حاجه الرق. الرق اللي هو البرشما او البرشمنت عباره عن حته جلد كانوا بيكتبوا عليها، بياخدوا البطن الجلد بتاع البطن بتاع البقر الصغير العجول الصغيره، مش رق غزال. كلمه رق غزال دي قليله قوي في مصر، ما كانش في غزلان زمان ياخدوا منها الكميات الورق اللي عايزينها. كانوا بياخدوا حته الجلد دهيت من البطن بتاعت الطيور الحيوانات خصوصا البقر الصغير او هي دي الرق. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده المنظر ده هتشوف اي رق او بارشمنت هو ده منظرها. مش معنى المنظر ده كده. الايدين والرجلين بتوع بتوع الحيوان، ودي حته الجلد بتاع البطن. بياخدوا من بره هنا بيشيلوا الشعر، من جوه بيشيلوا الدهون يعني ويحولوها لورقه، وبعدين يقصوها تتحول لشيت يكتبوا على وشها او على ظهرها، يطبقوها اتنين على بعضها كده دي شيت، يقسموها اتنين بقت ورقه فوليو. لها وش ولها ظهر، الوش اسمها وجه، الظهر اسمها ظهر. يبقى مثلها كلمة ريكتو أو فيرسو يعني معناها الوش الورقة وظهرها. فكلمة الرق دهيت يعني أو البارشمنت يعني الجلد اللي احنا بنكتب عليه. بياخدوا أربع ورقات في بعض تتخيط من الجنب بقت على هيئة ملزمة، دي كلمة الرق. الكتاب قلنا هو الكودكس، شوية ورقة عملوا بعضهم بتكون للكودكس. القصاصة أو الشزر هي فراجمنت، أي حتة ورقة صغيرة بلاقيها بكتشفها يسموها فراجمنت. الكتابة على بعضه يسموه كودكس، كتابة على بعض أو المخطوط على بعض. طب لو لقيت اكتشفت ورقة واحدة يسموها فراجمنت أي قصاصة، ودي هتقابلنا كتير جدا جدا الكلمة دي كلمة فراجمنت دهيت، لأن بيكتشفوا كميات ورق في الأديرة وفي المكتبات وفي الأرض وفي الزلع وما إلى ذلك. أشهر مكتبات اكتشف في مصر في العصر الحديث كان في جبل طرة في الأنفاق بتاع طرة، كان يعمل حرب في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945، جنود الإنجليز لسه موجودين دخلوا في قلب الأنفاق بتاع الجبل، فلقوا زلع بيكسروا في الزلع، لقوا كتل حاجات ملزقة في بعضها. تعرفين طلعت إيه اللي في مخطوطات طرة دي؟ حد سمع عنها قبل كده؟ مخطوطات طرة. هذا الاكتشاف للأسف لم يكتب عنه في الكنيسة القبطية على الإطلاق، رغم ذات جميع او معظم مؤلفات ديدوموس الضرير باللغه اليونانيه لقوها في طرة سنه 1945. الغرب طبعا اتجنن عليها وخدها وترجمها ونشرها كلها في مجموعه سورس كريتيان لتفسير زكريا وتفسير تفاسير العهد القديم بتاع ديدوموس الضرير، عباره عن قصاصات او ورق محطوط في قلب الزرع، دي كانت اسمها مخطوطات طرة. بعد كده السكرول او اللفافه، اللفافه اللي هي الورق اللي هو كان يعملوا شيت سواء برديات ورق بردي يلزقوا في بعضه. اه اللي هنا في القاهره، اه في جبل طرة هنا في الانفاق 1945، ده من 60 سنه بس. وللاسف ما حدش كتب عن الكلام ده خالص. الوحيده كانت اريس حبيب المصري في كتاب تاريخ الكنيسه كتبت حاجه عن مخطوطات طرة، لكن انا ما شفتش ولا كتاب في السوق للاسف كاتب خالص عن مخطوطات طرة. ده جديده لسه وعن لها دراسات، وعندنا الترجمات نزلوها في مجموعه سورس كريتشيان، وعندنا في دراب ومقر تفاسير ديدوموس الضرير للعهد القديم. طبعا دي عملت ثوره في العالم كله، كلمه العالم كله مقصود العالم المختص بالدراسات الابائيه والدراسات الكتابيه الا الاقباط، يعني الموضوع مش عشان انتوا كنتوا لسه صغيرين، فاحنا املنا انكم انتم تعملوا حاجه. احنا ما الحاجات دي ما كانش ليها اهميه عندنا سواء للناحيه الاقتصاديه او الناحيه العلميه بتاعتنا كاقباط. كنا محتاجين لسه عندنا ضعف اللغه. 1945 ما كانش يعرف حد يوناني خالص، فدي مخطوطات باليوناني زي بالظبط مخطوطات الأديورة. ايه اللي خلى مخطوطات الأديورة تتسرق؟ لو عربي ما كانش هتتسرق. انا دير فقير ومش لاقيين ناكل، وفي واحد اجنبي جاي بيزور الدير وبيديني 10 جنيه ذهب هديه للدير، وفي المقابل بياخد مخطوطين ثلاثه مكتوبين باليوناني. انت لو ماسك مكتبه الدير تقول له ده مكتوبه بحروف انا مش فاهمها ملهاش اي قيمه عندي، ف
فبتشيلها له على الاقل، بتنظف مكان عشان تحط حاجه تانية مكان، في مقابل فلوس تشتاكل او تاكل بيها. عشان اللغه، لما القبطي راح مننا واليوناني راح مننا للاسف بقت المخطوطات ملهاش قيمه، فده كان السبب في ضياع مخطوطات كتير مننا. اللفائف بتتكون، بتبقى ملفوفه كده بفتحها، لإما بتتكتب كده بالعرض صفحات جنب بعضها، او بتتكتب بالطول زي ما بتشوف الافلام، يبقى ماسك السكرول يقرا فيه من فوق لتحت. الشقافه او الاستراكه حته شقفه بتاعه قله، اللي هو الشقفه الفخار، وكان يكتبوا عليها، واكتشفنا حاجات كتير منها مكتوبه. لو رحتم المتحف القبطي او رحتوا مكتبه اسكندريه هتلاقوا شقافات كتير مكتوبه عليها بالقبطي. الترس دي كلمه عربي، ترس الكتاب اي محاه وكتبه مره اخرى، ترس الخط اي نسخه. يعني كلمه ترس تحمل معنيين، اما يكتب او يمحو. فكلمه لما يقول لك ترس معناها نص مكتوب على مخطوطه ومسحناه وكتبنا نص تاني فوقيه، ده يسموه الترس. يعني مثلا المخطوطه الافرايميه بتاعت الكتاب المقدس، يعني ايه ليه سموه المخطوطه الافرايميه؟ ده مخطوط عليه عظات مال افرام السورياني، اصلها كان الكتاب المقدس، دي مخطوطه من القرن الخامس للكتاب المقدس. جه في القرن ال 12 ناس مسحوا النص بتاع الكتاب المقدس وكتبوا عظات مال افرام السورياني، فجه في العصر الحديث قدروا بالانفراريد يقروا النص الاصلي القديم اللي مكتوب، فدي سموها الترس. يبقى الترس عباره عن نص مكتوب قدامي بس مكتوب على نص قديم. سيدنا هم عملوا كده اقتصاديا ولا عملوا كده اقتصاديا؟ اقتصاديا. يا ماشي، مش جايب معايا صور كتير، او لو في صور هدوخ على ما اطلعها واعملها. انتوا عارفين عن ايه مخطوطه؟ ان مثلا مخطوطه كتاب مقدس، تخيلوا مخطوطه للعهد الجديد والقديم يبقى شكلها ايه؟ تبقى كتاب قد كده، شوال كتاب قد كده. ده عشان مخطوط كتاب مقدس، ان ده ورق جلد، ورق سميك، بيبقى في سمك الورقه دي تقريبا الورقه الواحده. تخيلوا بقى وكتابه باليد، يبقى لو عايز اعمل مخطوط العهد الجديد وقديم يبقى حجمها قد ايه؟ حجمها قد كده. طب دي اجيبها منين؟ دي بتكتب على الجلد، يبقى محتاجه قد ايه جلد عشان اكتب مخطوطه واحده كتاب مقدس؟ محتاجة قطيع غنم أو قطيع بقر أذبحه عشان أكتب مخطوطة واحدة. عرفتوا قد إيه تمن المخطوطة إيه زمان؟ يعني بولس الرسول لما يتكلم ويقول لتلميذه تيموثاوس أحضر معاك الكتب ولا سيما الرقوق، ليه بيقول له هاتها؟ ليها تمن، مش حاجة رخيصة عشان يستغنى عنها. الوش الورقة تملي اسمي ريكتو، ظهرها اسمي فيرسو. المخطوطات تترقم بالورقه مش بالصفحه، يعني ما اقولش صفحه واحد صفحه اثنين صفحه ثلاثه صفحه اربعه، لا، او الورقه واحد ورقه اثنين ورقه ثلاثه، وورقه واحد دي نسميها الريكتو بتاعها، وده نسميها الفيرسو او نسميها الوجه والظهر. الكولوفون، تسمعوا عن كلمة كولوفون؟ أي مخطوطة لها كولوفون، اللي هي الكلمة دي بالعربي بيسموها حرد المتن. أنت لو شفتوا كتاب مقدس وشفتوا سفر الملاخي في العهد القديم، آخر صفحة من سفر الملاخي تفتكروا شكلها؟ شكل الطباعة شكلها إيه؟ آخر صفحة، لو حد فيكم كان قرا في يوم من الأيام سفر الملاخي هتلاقوا الكلام نازل كده على هيئة مثلث، خدتوا بالكم الكلام ده؟ هو ده اللي يسموه حرد المتن. لو اي واحد من الانسات او المعلمات بيخيطوا بيقولوا يحردهم القماش، هي الحرد جاي من المعنى ده، ان يجي على النص ويخليه محرود. حرد المتن او الكولوفون في اي مخطوطه هو ملخص للمخطوطه، بقول تم الانجاز هذه المخطوطه في تاريخ كذا بواسطه الناسخ فلان الفلاني، دي سموها حرد المتن، دي اللي بتعرفنا تاريخ المخطوطه. النصوص الليتورجية الأولى في الكنيسة القبطية. عند دراسة النصوص الليتورجية الأولى ينبغي دراسة نصوص جميع الكنائس معا. يعني أنا لو بدرس نصوص ليتورجية في الكنيسة القبطية لازم أدرس معاها نصوص الكنيسة البيزنطية، نصوص كنيسة أورشليم، نصوص كنيسة، لازم أدرس كل النصوص سوا. لأن في حاجات مش هفهمها عندي لكن ممكن أفهمها من كنائس أخرى، لأن الكنائس الأخرى بتمارس نفس الممارسة وربما أقدم مننا.
لو حد ما خدش. فتملي بيقول اللي عايز يدرس لتورجيات لازم يدرس لتورجيات الكنايس بتاعة الكنايس القديمة كلها. هنبدأ بأول اللتورجيات القبطية بتاعتنا، كلنا عارفين قداس قديس مرقس ده آدم قداس، قداس القديس باسيليوس، قداس القديس سيرابيون كلكم تسمعوا عنه، وبعدين قديس غوريوس خلاج الدير الأبيض وقدسات الكنيسة الأسيوية. دي الأسماء اللي هتقابلنا في أي دراسة لترجية. أنا بحب الأسئلة ساعة الكلام على طول، أساس لو حد عايز يسأل أي كلمة مش مفهومة يسأل ما فيش. قداس الحبشي أو هو ابناء الرعد مش أدم مش أدم مش أدم الحبشي من وجع ابناء الرعد. قداسات الحبشية كلها متاخدة من الكنيسة القبطية في وقت من الأوقات. ما دول ابناء الرعد مقصود بيها اللي هما التلميذين. بس القداسات دي كانت موجوده في الكنيسه القبطيه في وقت من الاوقات ومعظمها ضاع مننا. يعني الكنيسه القبطيه مش كانوا ثلاث قداسات بس، خلاج الدير الابيض فيه على الاقل 12 قداس. خلاج الدير الابيض كان بيتصلى بيه لغايه القرن العاشر المسيحي، يعني المخطوط خلاج الدير الابيض من القرن العاشر منسوخه سنه 990 ميلاديه. كان في 12 قداس على الاقل، لان الخلاجي للاسف مش كله وصل لنا، كان في 12 قداس على الاقل موجودين في الكنيسه القبطيه. القداسات دي ضاعت. تقول لي ضاعت ليه؟ بامر الكنيسه. قداس سرابيون دعم الكنيسه الاولى. يعني قداس سرابيون كل اللي نعرفه عنه كان اسمه لغايه ما اكتشفوا المخطوطه بتاعته، المخطوطه من القرن الرابع. قبل كده ما كناش نعرف عنه حاجه. القداس الحبشي ما بتحصلش في الكنيسة القبطية خالص، حصل في القرون الوسطى. كان البابا بتاع الكنيسة البابا غابريال في القرن 13 طلع قرار بيقول نما إلى علمنا إن في الصعيد بيصلوا بثلاث قداسات غير القداسات اللي إحنا عارفينها. كان ابتدى العملية تضعف شوية في الكنيسة، فاللي فضل ثلاث قداسات اللي هم بنصلي بيهم دلوقتي. فالبطرك اللي من وادي النطرون ما عندوش فكره على قداسات الصعيد، فقالوا له ده في الصعيد بيصلوا بقداسات غير اللي انت حافظها. فما عجبتهوش الفكره، فقام طلع قرار باباوي بممنوع حد يصلي غير بالثلاث قداسات اللي احنا عارفينهم. وطلع القرار. نتيجه هذا القرار ايه؟ ماتت بقيه القداسات كلها. ففقدنا كل القداسات القديمه. فبعد القداسات دي ما كانت بتتنسخ بطلنا ننسخها، احنا مش هنصلي بيها. دراسة النصوص الليتورجية الأولى دي مهمتها. ندرك من ضمن النقط اللي احنا حددناها في الأول الخمس نقط، دراسة النصوص التي ضاعت مننا وإمكانية إعادتها مرة أخرى. بس في قداس يا أبويا متداول على النت وفي شوارع حتى متسجل بيتباع في الكنايس، هو قداس الحبشي ويتقال في أوله قداس ابناء الرعد والناس بتكبر على أساس كده. القداسات الحبشية مش قداس واحد، الحبشة فيها 14 قداس موجودين لغاية دلوقتي. ومطبعين في كتاب وكان مترجمه ابونا مرقس داوود، واعتقد كتاب في السوق وموجود على النت الكتاب. احنا في الكنيسه ما بنصليش بيهم. اللي حصل كان ابونا يوسف اسعد ابتدى يصلي ببعض قداسات مندي، ففي حد من الكهنه شافه وابتدى يقلده ويصلي. بس دي قداسات حاليا كنيسه الحبشه مش قداساتنا، وعشان انا اصلي بيها محتاج بامر من الكنيسه. يعني مش صح ان انا ادخل اي حاجه في الصلوات بدون معرفه الكنيسه. فالقداسات دي مش صح نصلي بيها، لكن نادي قداسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي موجودة في الحبشة. يعني دي الكنيسة الحبشية كنيسة بتاعتنا مش كنيسة غريبة عننا. معلش برضه القداس اللي هو بتاع يوحنا الزبير فهم الكنيسة البيزنطية برضه بتصلي ولا؟ لا، تبع الكنيسة البيزنطية. يوحنا الزبير فهم مش بتاعنا. قداس قديم. القداسات القديمة المعروفة من أشهر القداسات قداس باسيليوس، قداس قديس مرقس، قداس قديس يعقوب بتاع أورشليم، قداس الرسل اللي هو أدي عمالي بتاع الكنيسة الأشورية، قداس يوحنا فهم بالذهب، ده من اشهر قداسات الكنيسه البيزنطيه. دول اللي منتشرين، دول من اقدم القداسات. قداس باسيليوس طبعا في النص بتاعنا احنا النص القديم، وفي نص تاني بتاع الكنيسه البيزنطيه قريبين من بعض اتنين بس ده غير ده، والاتنين تبع قديس باسيليوس. هنبدا بقداس القديس مرقس. لتورجيه القديس مرقس هي لتورجيه كنيسه الاسكندريه، هي لتورجيه لها طابع خاص يميزها عن باقي اللتورجيات الشرقيه القديمه. يعني ايه لها طابع خاص؟ اي قداس بره بيبدا بيحط على المذبح القرابين ويجي يقعد يصلي القداس،
وفي الاخر يقول استدعاء الروح القدس، يبقى المذبح عليه جسد المسيح ودمه. ده المفهوم العامل في الكنائس بره. في كنيستنا لا، وده اسمه مرقص بالذات، ان من اول ما باخد القرابين واحطها على المذبح، اللي بيحصل دلوقتي بيحصل ايه؟ الكاهن بينقي القربانه ويدخل يحطها على المذبح، وياخد الابرقه يحطها في قلب الكاس، ثم ما يحطهم يقول استدعاء الروح القدس، مع ان ده معاه مكانه مش هنا، ده مكانه في اخر القداس. فاحنا عندنا استدعاء روح قدس في المقدمه خالص، مع تقديم القرابين في استدعاء روح قدس. فدي احنا القداس قديس مرقس يميزه عن جميع قداسات العالم، هي صلاه باكر تعتبر قديس مرقس لتقديم الحمل، ان هو في استدعاء للروح القدس في بيت القداس. دي حاجة تميز قداس الكنيسة بتاعتنا. عشان كان ما اي حد يقول في كنيستنا بالذات امتى بتتحول القرابين الى جسد المسيح ودمه، دي اصعب سؤال، والاجابة بتاعتها عاملة مشاكل في الكنيسة. في الكنيسة الكاثوليكية عندهم نقطة محددة، ما عندناش لحظة معينة. الكنيسة الكاثوليكية عندها لحظة معينة، ساعة ما يقول التأسيس، صلاة التأسيس، لو اخذ جسدا اخذ خبزا عليه الطهرتين وقسم، اللحظه دي عندهم هو ده اللي تتحول فيه قرابين. الكنيسه البيزنطيه لحظه استدعاء الروح القدس. في كنيستنا احنا بنقولش في لحظه معينه، بنقول القداس كله يحمل في معناه على بعضه كده استدعاء الروح القدس. فده في استدعاء في الرفع في المقدمه، يبقى مش ما نقدرش نقول نقطه محدده، ولكن القداس كله، القداس كله من ساعه ما ندخل القرابين بنسميها قرابين، مش بنسميها خبز وخمر. هي الفكره بالظبط، هي الفكره ان القداس التاسكيس القبطيه افخارستيتين داخلين في بعض، ده اللي انا يعني فهمته من قرايتي ال افخارستيه والقداس. عمل مشكله. هو الدليل على كده، هو الدليل على كده كمان المرات مثلا قبلوا بعضكم الكبير، من قبل حلول الروح القدس ومن قبل التأسيس بنقول موجود على المذبح جسد ودم عمانوئيل، بنقولها من الأول. فمعناها إن موجود على المذبح جسد ودم عمانوئيل من الأول. عشان كده كنيستنا بالذات الجزء الأولاني من القداس مش جزء ترفيهي، ده جزء حقيقي من القداس. من أول ما ببدأ الصلاة بحس إن المسيح موجود على المذبح، من أول بداية القداس، وده اللي بيخلي القداس تقوي من اوله. من اول ما بدخل واحط القرابين على المذبح بحس ان المسيح حل في وسطنا. هي حته تقويه اكتر منها لاهوتيه، ولكن ده الوضع بتاع كنيستنا القبطيه. ده برضه لاهوت سكندري سيرك، لان لاهوت سكندري لان حتى قداس القديس سيرابيوم كان في استدعاء اللوغوس، ودوت كان استدعاء اول. فاحنا كان لاهوت كنيسه اسكندريه مشهور ان يبقى في استدعاء يعني استدعاء اول وساعد استدعاء اول في سيرابيوم، حتى لو مش روح قدس بس كان استدعاء نوم اللوغوس اللي بيحل على الخبز. واحنا استدعانا الاولاني برضك هي حصل على الروح الروحس، حتى نص دوت في سرابي متحول بعد كده لصلاه سريه بتتقال دلوقتي. يعني الكاهن بيقول صلاه سريه مهمه، والصلاه دي من صلاه سريه، دي من صلاه مهمه فيها جزء في استدعاء، استدعاء جزء الابن كمان، استدعاء اللوغوس مش استدعاء الروح القدس. هو الاستدعاء البسيط الاولاني ده هو استدعاء الابن، استدعاء الابن غير استدعاء الروح القدس الثاني. ده طقس قبطي صرف مش موجود في، عشان كده بيقول طقس قديس مرقس ان في استدعاء في اول القداس. طب ما بحط القرابين ساعه ما الكاهن بيسجد قبل ما يطلع يقول تحليل الخدام، بيقول هنا صلاه استدعاء غير الاستدعاء الاخرانيه. طب لو حتى لو ده موجود من زمان، هل ده معناه ان هو الاستدعاء الروح القدس ده كان وقت قديس المواظين؟ لا لا، ما دخلش دي في المواظين، لان ترتيب القداس حصل تغيير فيه. يعني هي دي المشكله بتاعت ان القداس في الاول هل كان بيبدا بقدم القرابين واحطها على المذبح ثم وبعدين اقرا قرايات وبعدين ارجع تاني، ولا كنت كلها لازقه بعضها؟ هي دي كانت مشكله في الترتيب بتاع القداس. اللي احنا بنقوله دلوقتي كان الموعظين بيدخلوا بوعظهم واكلمهم واخلصهم ويمشوا، وبعدين اقدم القرابين واكمل القداس. فهي حصل تغيير في ترتيب القداس. تستلزم احط نصوص تاكد على الروح القدس. هل بقى هل كان قبل هذه البدعه ما كانش فيه صلوات؟ ما كانش فيه، هي حتى صلوات الروح القدس يعني كلها تاني قبل رابع مش قبل كده، استدعاء الروح القدس هي المتاخره.
لما اقول القرن الرابع ما اقدرش اقول انها متاخره بالنسبه، لان الطقس في الكنيسه الاولى كان بسيط جدا 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 جدا، مجرد ان الرسل كان يجتمعوا سوا ويكسروا الخبز الموضوع انتهى. مجرد كسر الخبز هو ده كان السر. فلما اجتمع الرسل لكسر الخبز، كسر الخبز يعني سر التناول، مجرد يقول يعمل زي ما المسيح عمل، اخذ خبزا على يديه، كلمه التاسيس، اخذ خبزا على يديه من غير يديه الطاهرتين المقدستين في العيب والدنس، مجرد اخذ خبزا على يديه وقصره، اخذ الكاس وذاق وبارك، خلص تحولت القرابين ويتناولوا منها. بعد كده كان لازم قبليها يبقى في عظه، العظه اللي هي تساوي القراءات. كان لما يقول لك العظه عباره عن ايه؟ انا بوعظ عن حياه المسيح، ما كانش في لسه اناجيل في ايديا، ما كانش في قراءات من العهد القديم. اقول عظه يعني اقول جزء من حياه المسيح اللي تحولت بعد كده للقراءات اللي جوه القداس. هناخد القداس القديس مرقس اللي هو موجود في ايدينا دلوقتي. القداس القديس مرقس فيه التقليد بتاعه اللي هي المخطوطات بتاعته. اول حاجه بيتعرف القداس اللي في ايدينا في ثلاث اشكال. شكل قديم تشهد عنه البرديات والقصاصات، يعني احنا اكتشفنا قصاصات من القرون الاولى بتقول لنا قداس القديس مرقس كان شكله ايه في القرن الرابع او الخامس، ازاي قديس اثناسيوس الرسول كان بيصلي بيه، او قديس كورولوس الكبير كان بيصلي قبل ما قديس كورولوس يظبطه ويعمل القداس الكورولوسي، قبليه كان شكله ايه قداس القديس مرقس. ده عندنا برديات موجوده في ايدينا لغايه النهارده بتحكي لنا عن الشكل الاول لقداس القديس مرقس. اشهر هذه البرديات هنعرفها بعد كده لبرديه ستراسبورغ وبرديه دير البلايزه. ده اول شكل القداس القديس مرقس. تاني شكل بقى كده في شكلين من العصور الوسطى. تاني شكل من العصور الوسطى القداس القديس مرقس اللي في الكنيسه البيزنطيه. الكنيسه البيزنطيه عندها قداس اسمه قداس القديس مرقس بردك، وله نصوص، والنصوص دي باللغه اليونانيه، والنصوص ديت النصوص اقدم نصوص ليها بين القرن ال 12 وال 14، مفيش تقريبا حاجه قبل كده. دي اللي مستخدمه في الكنيسه البيزنطيه. ثالث شكل بردك من القرون الوسطى ده يعتبر قداس القبط اللي في ايدينا. قداس القبط اللي في ايدينا لغايه فتره قريبه خالص ما كانش له اي اصول يونانيه على الاطلاق. كان اللي موجود بس اصول قبطيه كلها من العصور الوسطى، لغايه ما اكتشفنا مخطوطه جديده، هي مخطوطه من القرن ال 14 موجوده جايه من دير الانبا انطونيوس واسمها كاشمرشك كودكس. كاشمرشك ده شخص هو اللي اكتشف المخطوطه ديت فتسمت باسمه. ده قداس من القرن ال 14 لقاه تبع كنيسه تبع دير الانبا انطونيوس. هنبدا بالنص القديم خالص نشوف ايه البرديات والقصاصات لقداس القديس مرقس. معلش النصوص الليتورجيه القديمه تقيله شويه على القلب انا عارف، فتحاولوا الاسئله جايز تخلي الموضوع خفيف شويه. اول برديه برديه ستراسبورغ دي ترجع للقرن الرابع او الخامس الميلادي. النص طبعا برديه مكتوب في القرن الرابع او الخامس، معناها النص قبليها بكذا سنه. انا عايز اوريكم شكل البرديه دي عشان تتخيلوا شكلها، مش حاجه يعني. دي حته برديه اكتشفوها، دي اسمها ستراسبورغ موجوده حاليا في فرنسا. دي الصفحه الوحيده اللي اكتشفوها، ده وشها والصوره تاني ظهرها. دي صفحه واحده متقطعه من كل حته، وعشان كده مسمينها A B C D E F. ما دي شغل بتوع الليتورجيات اللي هي شغلتكم انتوا ان شاء الله بعد ما تبقوا علماء الليتورجيات. صحيح، هو بيحصل ايه؟ بيلاقي حته قصاصه. انتوا عارفين المشكله اللي حاصله في الغرب دلوقتي على الانجيل بتاع زواج المسيح، سمعتوا عنه طبعا في النت. ايوه عباره عن ايه؟ حته ورقه صغيره زي كده اكتشفوها، والمكتوب فيها ان المسيح بيقول لمريم المجدليه امرأته، بس قالوا يبقى المسيح كان متجوز. صفحه حته ورقه لا تزيد عن 5 سم في 8 سم، حته ورقه صغيره. واحده ست لقيتها واثبتت فيها ان المسيح كان متجوز، وفي الاخر بعد مشكله خدت لها بالظبط 4 سنين من 2012 ساعه ما كنا في المؤتمر بتاع في روما، احنا دلوقتي 2016،
من حوالي شهرين بس طلعوا على النت، هتلاقوا محاضرة كاملة عن الموضوع ده بعد ان العالم كله مشترك فيها، ان المخطوطة دي طلعت فورجري. فورجري يعني مختلقة، يعني ايه؟ مش أصلية. مش أصلية يعني ناس متخصصين جابوا بردية قديمة وقدروا يكونوا الحبر ويغيروا حرف حرفين من البردية قديمة، أثبتوا بيها ان المسيح كان متجوز، وست عملت هليلة في العالم كله، وحضرت مؤتمر كنا حاضرينه في روما سنة 2012. وحتى بالمصادفة كنت راكب معها الأسانسير، فبتقول لي انت حضرت المحاضرة اللي انديتها؟ قلت لها لا، قلت كنت عايز اخد حديث معاك. قلت لها انا ما كنتش حاضر المحاضرة، لان كان الموضوع هقول لها ايه؟ بديت لها محاضرة ان المسيح كان متجوز، اثبات من المخطوطة. انا شايف مخطوطة قدامي، وقلناش اي فكرة عن المخطوطات كأقباط، احنا ما درسناش مخطوطات خالص. وعملت هالليلة 4 سنين لغاية السنة دي بس من حوالي اقل من شهر، اثبتوا ان كل الاسماء اللي بتقولها كانت اسماء كاذبه، والناس اللي اتكلمت عنهم راح ناس متخصصين ابتدوا يدوروا على الناس اللي هي قابلتهم، لو ما فيش حد بالاسماء دهيت. وفي الاخر اسم قالوا عليهم كان عايش في امريكا، راحوا في امريكا، فالناس قالوا اه ده واحد كان بيبيع اثار هنا كان موجود ومشي، دوروا عليه قالوا ما اعرفش حاجه خالص عن المخطوطه دي. لقوا قصه وهميه ست عملتها على حته ورقه، بتبقى حته ورقه صغيره زي كده بس تبقى الخط واضح. بيبدأوا العلماء يشوفوا نص زي كده، ياخدوا الحروف اليوناني يكتبوها، ويبدأوا يكملوا الثغرات اللي موجودة فيها عشان يكملوا النص. دي اللي يسموها مخطوطة أو النص بتاع ستراسبورغ. دي أول حاجة اللي بنسميها بردية ستراسبورغ، تعود إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادي، النص أقدم من كده بكتير. تاني نص مخطوطة دير البلايزة، بردية بردك لقوها في دير البلايزة. دير البلايزة دي عند أسيوط، ودي موجودة حاليا في أكسفورد، دي من القرن السادس أو السابع الميلادي. النصوص دي موجودة عندنا كلها ومطبوعة عندكم في الورقة اللي أنا مديها لكم. البابا كرولوس تنيح سنة 444 باين؟ يبقى قرن خامس. فدي قرن رابع. تملى اي مخطوطه بتلاقي اي مخطوط. هقول لك ليه عرفنا انها البابا كرولوس ما حطش لما نشوف النص بعد كده. البابا كرولوس القداس بتاعه ابتدى يدخل فيه الاواشي، النصوص دي هتلاقوا ما فيهاش اواشي، فده بنقول دي نصوص سابقه على البابا كرولوس، يعني دي ممكن تكون النص ده هو اللي كان بيصلي بيه القديس اثناسيوس الرسولي، النص اللي في ايدينا. مخطوطة ثانية ترجع للقرن السادس، ما جون رايلانس بارشمنت، دي عندي جون رايلانس ده اسم شخص وعنده كوليكشن في انجلترا حاطط فيها البرديات بتاعته. في بردية المتحف القرن بردك السادس السابع، لوحة المتحف القبطي. يعني ايه لوحة المتحف القبطي؟ لوحة يعني حتة خشب، قداس لقوه على حتة خشب. الزبتيخة زمان كانت حاطة على لوحة، الزبتيخة اللي هي اسماء اللي هو المجمع، ساعه المجمع كان في لوحتين كانوا بيتحطوا على المسرح، تبقى لوحه خشب او زي الاردواز اللي بنكتب عليه الاطفال الصغيرين. طبعا ما حضرتوش انتوا الكلام ده ايامنا، احنا كان في الاردواز انا شخصيا حضرته يعني. وبعدين قصاصه لوفان 29 دي، وبعدين برديه قصر ابريم دي ممكن ندي عنها. قصر ابريم لحد يسمع عنه؟ برديات قصر ابريم. قصر ابريم ده في حته جزيرة متعلقة في وسط بحيرة ناصر، دي كانت المسيحية دخلت هناك من بين القرن الرابع والسادس، انتشرت المسيحية تماما في منطقة النوبة. اكتشفوا هناك في قصر في الحتة اللي اسمها ابريم، لقوا مخطوطات، لقوا قداس لبداية القديس مرقس، ولقوا قداس للقديس اثناسيوس الرسولي. ودي للأسف الحتة النص الوحيد لقداس القديس اثناسيوس الرسولي اللي موجود في كنيستنا، اللي هي المخطوطة بتاعت قصر ابريم، ومش موجود اي نص تاني للقديس اثناسيوس. وبعدين مخطوطة برشلونة دي كانت اتعرضت في مجلة مدرسة اسكندرية. دي البرديات القديمة اللي هو النص القديم قوي بتاع قديس مرقس. المخطوطات المقصود بها المخطوطات اليونانية دي اكتر على القداس اليوناني بتاع الكنيسة البيزنطية، وده كان اتنشر بردك في مجلة مدرسة اسكندرية اللي كان نشره نيافة الانبا مقار، كان نشر النص البيزنطي لقداس القديس مرقس. في مخطوط اللي هو ميسينا جريك 177، في مخطوط الفاتيكان، مخطوط تاني للفاتيكان،
التفاصيل طبعا مش محتاج ان ادوخكم فيها، مكتوبه في الورقه. وفي له وفاه دير سانت كاترين. واخر حاجه دي اهم نقطه اللي هي رقم 6 دي، اللي هو مخطوط كشمرشك ده، هو ده من دير الانبا انطونيوس. تقروا القصه بتاعته اللي موجوده في الكتاب اللي مع الاخ رفيق ده، ازاي اللي اكتشفوا المخطوط ده هيت في دير الانبا انطونيوس، وحد كان نسخ المخطوط دوت، بابا الكنيسه نسخه وبعد كده طلع بره. وده موجود في نص اليوناني لقداس القديس ماركوس من القرن ال14. ده اقدم نص للقداس او النص الوحيد اليوناني للقداس اللي في ايدينا. هل احنا كأحباط زمان قبل دخول العربي الاسلامي، هل كنا بنصلي يوناني ولا بنصلي يوناني بس ولا قبطي بس ولا؟ في القرون الاولى كان يوناني بس خالص، ما كانش فيه قبطي، كان كله بيصلي باليوناني لغاية القرن الرابع الخامس كان كله يوناني. وبعد كده ابتدى الترجمة من اليوناني للقبطي بعد انتشار المسيحية. كل ما ترجع للصعيد يعني اليوناني كان منتشر في منطقة بحري اسكندرية أساسا وبعض مدن بحري. بعد ما ابتدت المسيحية تدخل للقرى والمدن أكتر ابتدينا نحتاج للنص القبطي، فابتدى يترجم القداس من القبط من اليوناني للقبطي. فتلاقي في حتة اترجمت وحتة الابروسات والمرضات الشماس سابوها يوناني زي ما هي، لان الشعب فاهم بعض يوناني فسابوها وترجموا بعد كده النص بالقبطي. اول نص للقبطي اترجم حسب معظم العلماء بيقولوا كان القبط الصعيدي مش البحيري. القبط البحيري يبدو انه متاخر، يعني مثلا القبط البحيري اللي في ايدينا الحالي المنظر اللي في ايدينا ده مش قبل القرن التاسع. ودي كانت حاجه غريبه، ما كنا احنا فاكرين القبط البحيري زمان. قلنا القديس بانتينوس مدير مدرسه اسكندريه هو اللي ترجم الكتاب المقدس للقبط البحيري، ما كانش في قبط بحيري وقتها. القبط البحيري ده ظهر بعد كده، كان موجود القبط الصعيدي اللي يمثل من اول القاهره لغايه اسوان، ده كان يعتبر القبط الصعيدي. القبط اليوناني ده كان منتشر في اسكندريه بالمنطقه اللي حواليه. غير كده القبط حاجه بري بوهايريك، حاجه قبل القبط البحيري. للأسف ما عندناش أي نصوص ليها غير مخطوطة أو اتنين ورق صغير بس. ده فعشان كده النصوص زمان كانت ابتدت يوناني ثم قبط صعيدي ثم قبط بحيري ثم بعد كده تحولت للغة العربية. ده التطور بتاع اللغات. فعشان كده تلاقي النصوص القديمة لازم نرجع لليوناني. ولو ما عرفناش اليوناني في حاجات بسيطة هتفوت مننا واحنا مش واخدين بالنا منها من القداس الحالي، ملهاش دعوة خالص باليوناني. هديكم مثلا لحن بيتقال في الكنيسه في كل قداس. نعم نسالك ايها المسيح الهنا ثبت اساس الكنيسه. سمعتوه قبل كده ولا لا؟ بالتالي بيتقال في كل قداس دلوقتي، اي كان يصلي او قداس بابا بيصلي ورا سقفه، تو ما يخلص التقديس يقول نعم نسالك ايها المسيح الهنا ثبت اساس الكنيسه. حد فيكم سال نفسه مره ليه بيقول نعم نسالك ايها المسيح الهنا؟ ونعم مثلا كان في مرات ممكن مرات الشماس وهو بيكمل. طب يقول نعم ولا يقول حقا ولا يقول اشمعنى نعم؟ ترجمه بقى سيدنا ترجمه ايه؟ اولها سي بالقبطي نعم، ما فيهاش مشكله. سي هنا مش قبطي، هي دي المشكله. لو رجعت القداس الاصلي اليوناني سي دي كلمه يوناني، من قطر الكاهن بيصليها على طول يبدا بكلمه سيه، فكان بيقولها. فلما جم يترجموها للقبطي سابوها زي ما هي من قطره الشعب محافظها. سيب القبطي يعني نعم، فلما جينا نترجم القبطي العربي ترجمناها نعم، لكن هي مش قبطي هي يوناني. انت لما تكلم ربنا تقول له سيه وبعدين تقول له نسال، يعني بالتاكيد نسالك انت، نسالك انت ثبت اساس الكنيسه. تثبيت اساس الكنيسه مش هيجي من الخرسانه ولا هيجي من الدوله ولا هيجي من قوتنا، ده هيجي منك انت. فبناكد بالكلام نعم نسالك، فنعم هنا مش نعم، نسالك انت ولا نسال احد غيرك. خدتوا بالكم التركيبه؟ هي مش نعم نسالك، تاكيد على السؤال للابن، نسالك انت مش مجرد نسالك. انت المسؤول عن اساس الكنيسه مش حد غيرك. يعني بما ان دي حاجه واضحه وصريحه ومليمه ما بنعدلهاش بقى،
هي ما معلش هي ما كانتش واضحه وصريحه غير لما شفنا النص اليوناني. فهي لما تعرف النص اليوناني فعرفنا ان هنا في مشكله في الترجمه، لان الكلمه دي مش قبطي. سي هنا اصل يوناني، انت في المفعول به، نسالك انت. بس حسيته في فرق ولا لا؟ يعني حاجات زي كده، دي التغيير بتاعها سهل، ولكن على الاقل نبقى فاهمين ايه اهميه النص اليوناني في ايدي انا بقراه. ان ده بينور لي بعض نقط في القداس الحالي جمله انا مش فاهمها. فاشوف طب ما نرجع لليوناني بتاعها ايه، فجايز نلاقيها مختلفه. لو لقيناها مختلفه حلت المشكله، لو لقيناها مش مختلفه ندور على الاجابه تاني. ده سبب بس بفتح نفسكم ليه احنا بنبص النصوص القديمة اليوناني أهميتها إيه؟ بتنور لنا للنص اللي موجود في إيدينا حالياً في الكنيسة. برديت ستراسبورغ دي موجودة في ستراسبورغ دي مدينة في شرق فرنسا. العلماء دول اللي قاموا بترجمتها هم اللي اكتشفوها سنة 1928 تقريباً. لغاية بداية هذا القرن ما كانش فيه أي مخطوطات أي برديات مكتشفة، لا للتورجيات ولا الكتاب المقدس على الإطلاق. كل برديات الكتاب المقدس تم اكتشافها في هذا في القرن الماضي على طول. قبل كده كانت مخطوطات لكن مش برديات، وكلها تقريبا تبدا من اول سنه 1930 واحنا جايين. برديات ستراسبورغ دي اللي اكتشفوها وقاموا هم بترجمتها بعد كده. اتفضل. اذا كان يعني الاباء والرهبان والاساقفه الاكثر علما في الكنيسه عارفين الكلام ده، المجمع المقدس عارف الكلام ده، ما نغير ونعلم الشعب، نستنى لما الشعب يتعلم بعد كده نغير؟ ده دور مكتبة اسكندرية، المدرسة الاسكندرية بتقوم بيه دلوقتي. ده لا مش صغيرة، لا مش صغيرة. انتوا من كام كنيسة؟ 15 كنيسة تقريبا او 10 كنايس وهكذا. التنوير ما بيبداش من بأوامر عليا اللي احنا لاحظناه في على مستوى كل الشعوب. الثورة بتبدا من تحت. انت شخصك ممكن منع الكنيسه. اولا ممنوع تغيير اي نصوص لترجيه الا بمعرفه الكنيسه، دي قاعده. يعني انا في ديري مش من حقي اغير اي نص في القداس، رغم انا اللي بصلت قلت ما انت عضو في المجمع المقدس. لا مش من حقي اغير ادام ما خدناش اذن المجمع المقدس عشان تبقى في وحدانيه في الصلاه. مش من حق اي حد يغير، لكن بدايه التغيير ان احنا نعرف الصح من الغلط. دي البدايه. مش ممكن المجمع المقدس لما بيجي النهارده بيقول ايه؟ هنغير الجمله بتاعت واين فنشق الله ضب لكل ان جعلنا مستحقين لشركه وتناول ولا شركه واسعاد. انا مجرد انا قلت هنخليها شركه وتناول حصل مشاكل مش بينكم، ده في المجمع المقدس وحصل خناقات. ليه نغيرها؟ الكلمه دي معناها اسعاد، ليه اغيرها واخليها تناول؟ فواحد رد وقال لا مش معناها اسعاد دي معناها تناول. فواحد تاني قال لا انا سالت طلبه الاكريكيه وما قالوا لي معناها اسعاد. فواخد بالك من نقطه. فبيحصل لازم الاول يحصل التنوير، وبعد ما نعرف من السهل نغير، لكن ما ينفعش اغير باوامر. انا ما سالتهمش. لا لا مش يبقى اذا الدور هنا ايه؟ ان نبدا نعلم، وبعد ما نعلم انتوا لو كلكم عرفتوا اهميه اللفظه اليونانيه هنا. انا فاكر كان في محاضره كنا قلناها هنا عن المخطوطات والكتاب المقدس. هل الكتاب المقدس اللي في ايدينا ده منزل؟ اللي في ايدينا اقصد بيه ايه؟ البيروتي. كلمه اللي اقصد اللي في ايدينا البيروتي. هل النص البيروتي منزل من السماء؟ طب مين الاصح؟ النص البيروتي ولا النص القبطي؟ ولا النص اليسوعي؟ ولا النص الانجليزي؟ ولا النص الفرنساوي؟ فاذا ادام في مشاكل يبقى لازم نبدا ندي تنوير الاول. اني نص اصح؟ ابدا اشوف النص اليوناني اقرب نص اليه للدقه. اني نص؟ هتفاجئ انه اقدم ادق ترجمه من اليوناني هتلاقوا القبطي. طب احنا مش عارفين يوناني، على الاقل نقرا القبطي. القبطي موجود في ايدينا مش صعب. فالتنوير يبدا ان احنا في كنايسنا نبدا نقرا العهد الجديد بالقبطي وشوفوا الفرق. في دراسات بيعملها عندما قروا من كتابها في الكرازه كذا مره عن القبطي. عايزه شرح. ما
بتاعت نفط أم مقر عايزة شرح، يعني محتاجة اللي بيقرأ المقال لنفسه يبقى فاهم هو عايز يقول إيه، لأن معروضة بطريقة صعبة شوية، يعني معروضة للناس يعرفوا إبتو يوناني، يعني كان عايزة الآية في مرة أكتر من المقال. فيك ناس كتير بيهاجموها لأنه مش فاهمينها، لأنه مش فاهمينها، فهي عايزة نبدأ بالتنوير، نبدأ نشوف أهمية النص اللي في إيدي، وبعد ما اعرف اهميه النص هنبدا احنا نفسنا نطالب بالتغيير. لكن لو انا بقول يعني ايه فرق نعم نسالك من انت نسالك، مفيش فرق، ما حدش هيفكر في التغيير لما افهم المعنى ليه. هي بس يا سيدنا في جزء تاني مهم ردا برضه على سؤال مايكل، ان المناخ نفسه بتاع الدراسه والبحث مش متوفر هنا في مصر، بدايه حتى من الفتره اللي نيابتك قلت عليها من 1954 مفيش مناخ للبحث والدراسه، فكل اللي بيحصل دلوقتي في الوقت الحالي ده بيتخلق المناخ، مناخ الدراسه والبحث. يعني انا جبت دول ما كانش عشان حاجه، بس يمكن الناس قليل قوي تعرف ان القداس اليوناني مترجم للعربي، قليلين قوي اللي يعرفه، يعني محدش بيستخدم الكتب دي، مع ان دوت لغه كتاب مهم. الكولاج الابيض، الدين الابيض اللي نيافتك عملته، فبقى في مجموعه نصوص قديمه موجوده نقدر نتكلم بيها دلوقتي. احنا محتاجين كمان اكتر عشان نقدر نتكلم. انا لو كل ما عامل دراسه او ترجمه اكتشف حاجه، يلا ايه الحاجه، يلا ايه الحاجه كل سنه، فاعتقد ان احنا محتاجين اكتر نترجم، محتاجين اكتر نتعلم، محتاجين اكتر ندرس. لما يتخلق المناخ ده يجي بعد وقت ما، بعد الطبقه دي ما تتخلق، يجي وقت ما نقول احنا تعالوا نفلتر ونقنط. لكن لو احنا لسه بنبتدي لسه بنحضر، لان احنا الفرق ما بيننا وما بين بره سنين ضوئيه، هم خلصوا احنا عمالين ناخد منهم ونترجم الفتات وبنتخبط، فلا لسه بدري. يعني احنا محتاجين بس طبقه، الطبقة بتاعت الدراسة والبحث والترجمات. يعني مثلا ديد المصدرية احتاجنا منه روح الكنسان، فلما تحصل ثورة الترجمة، ثورة الدراسة، ثورة البحث، يبقى في طبقة كبيرة من الشعب ومن الأساتذة ومن الطلاب الدارسين، لما ده يتخلق نقدر نبقى على خطوة جيدة ان احنا نقول احنا محتاجين دلوقتي نقرر. لكن احنا لسه بكل الكنيسة بتحضر في مجال الدراسة والبحث. تعليقا على كلام الأخ رفيق، تفتكروا كلكم كتاب الإفخارستي اللي كان طلع ابونا متى المسكين، الكتاب ده طلع سنة كام؟ طلع من 50 سنة، مش تقريبا 50 سنة؟ قبل 50 سنة كان في ايه دراسات إفخارستية في مصر؟ كانش فيه على الإطلاق، كانش فيه على الإطلاق. هل تصدقوا هذا؟ ما كانش فيه ولا مرجع عربي على الإطلاق من 50 سنة بيتكلم عن الليتورجيا القبطية أبدا. وبعد ما كتبه لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي ما طلعش ولا كتاب. هل تصدقوا هذا؟ فيش اي دراسات ليتورجية في الكنيسة. فامتى نبدأ؟ انتوا بتطلبوا بالتغيير. انتوا بتطلبوا بالتغيير. ازاي اطالب بالتغيير من غير ما يكون في نصوص في ايديا؟ رغم ان كل الدراسات اللي ابونا مات اعتمد عليها تعتبر دلوقتي في العصر الحالي دراسات قديمة. طبعا دراسات قديمة. طب ايه اللي خلاها قديمة؟ ان في اكتشفت مخطوطات بعديها. اكتشف مخطوطات كتير بعد كده ما حدش في الاقباط درسها. على سبيل المثال في دراسه المانيه معموله عاملها واحد اسمه اشنبط، خد النص البسيلي وترجمه وعمل بارل لكل النصوص، الابط الصعيدي والابط البحيري، وطلع بنتيجه يقول ان النص البسيلي المصري اللي بتصليه الكنيسه القبطيه ده اقرب نص لنص القديس باسيليوس نفسه اللي هو مفقود، والنص البيزنطي اطول. في حد ذاتها الدراسه دي دراسه مهمه. لو احنا بنفكر هنشتغل على النص البسيلي، الناس لازم الدراسه بتترجم من الالماني للعربي. حاجات كتيره من انا بدي بس كتير، امثله كتيره. الغرب درس الليتورجيا القبطيه كلها اتدرست. احنا لغايه دلوقتي مش في نوع من الخوف عندنا، لازم تعرف النقطه دي، في نوع من الخوف. احنا كجيل عجز شويه اتربينا على الكنيسه تراديشنال، انتوا لا. فالامل تملي، بقول الامل في الجيل الجديد مش في الجيل القديم. الجيل القديم مش هيغير حاجه. كان في امل من 50 سنة وقت ما تاسس معهد الدراسات القبطيه، وقت ما تاسس كليه الكليريكيه. طب تقول طب الامل راح ليه اذا كانت موجوده في الاول؟ لان اللي اسسوها كان علماء، اللي اسسوا المعهد. انتوا عارفين مين اسس معهد الدراسات القبطيه؟ تسمعوا الدكتور عزيز سورال عطيه؟ حد ما سمعش عن الراجل ده؟ عزيز سلال عطية ده كان أستاذ التاريخ في جامعة القاهرة، وأصبح بعد كده المرجع للحروب الصليبية على مستوى العالم كله. أي واحد على مستوى العالم عايز يدرس العصور الوسطى لو ما رجعش للدكتور عزيز سلال عطية يبقى بحثه ناقص،
لازم يرجع لهذا الرجل، كان نقطة مضيئة في مستوى العالم كله. ده طردناه بعد ما هو أسس معهد الدراسات، احنا طردناه من معهد الدراسات، احنا طردناه اللي هو اللي عمل الكوبتك انسايكلوبيديا، هو اللي كان مسؤول عنها. كان معاه في نفس الوقت دكتور مراد كامل. تسمع عن دكتور مراد كامل؟ حد فيك يسمع عنه؟ دكتور مراد كامل مؤسس كلية الألسن، هو اللي اخترع حاجة اسمها كلية الألسن في مصر. الرجل ده كان يتكلم كما يقال 36 لغة، وكان عنده قواميس نادرة على مستوى العالم كله، ومكتبته كلها موجودة في الأمبر برويس. أسس معهد الدراسات مع دكتور عزيز سوري العطية، وطردناه من كلية معهد الدراسات. وقتها كان في إمكانية أن يبقى فيه تغيير، اللي حصل ظروف سياسية وقتها وما كملش. يبقى الحل في إيه؟ مش في علماء بس، الحل في قاعدة. القاعدة اللي هو أنتو ده بالأمانة، لما يكون مجموعة كبيرة من الشباب تبدأ بالتغيير، تغيير سهل. الكبار في السن بيغيروش لظروف كثيرة أنا ما كنتش حاضرها وقتها، لو كنت حاضر ما كنتش طردته. نرجع للنص اللي في إيدينا اللي هو اللي إحنا قلنا إيه، نتكلم عن بردية ستراسبورغ. أنا بقول لكم، قلت لكم في الأول حاجة اسمها إن النص الليتورجي نص بينمو، خدتوا لكم الكلمة دي؟ وقلت لكم إن النمو لما بيكون نمو سليم مش غلط. تقولوا لي يعني إيه نمو سليم؟ مثلا الأوشية بتاعت حاليا أوشية الإنجيل، لما يجي الكاهن بيصليها النص الثاني منها بنقول فيها إيه؟ المرضى اشفيهم، ولا مرضى شعبك اشفيهم؟ مرضى اشفيهم ولا مرضى شعبك اشفيهم؟ المرضى اشفيهم. اصلا بسمعها تملي في التلفزيون، مرضى شعبك اشفيهم. لا ده اوشيه المرضى، لا بتكلم على انجيل. تملي ما تسمعوا اوشيه الانجيل، اسمعوه في اي قداس بتيجي في التلفزيون او اي حاجه، هتلاقي يقول لك مرضى شعبك اشفيهم. تفتح الخلاجه ما تلاقيش فيه كلمه شعبك، هتلاقي المرضى اشفيهم. للأسقف اللي بيقولوها، مش الكهنة بس، يقولوا مرضى شعبك اشفيهم. لما يجي واحد يطبع خلاجي وهو بيجمع الكمبيوتر، هو حافظها مرضى شعبك، فهيضيف كلمة شعبك. فبعد 100 سنة هتلاقوا كلمة شعبك دخل جوه الخلاجي غصب عننا. عرفت عن ايه كلمة النمو؟ هديكم مثل اللي هو قدامنا على الشاشة هنا. بردية ستراسبورغ بنبدأ بالكلمة دي، ديوميسا كي باراكالومن سي، نسأل ونطلب منك. دي قرن كام؟ الرابع الخامس. ده النص مكتوب كده، ذيومثا احنا نطلب كي باراكالومون ونسأل منك، نسأل ونطلب منك. نيجي مخطوط الفاليكان قرن الاثناشر، نفس القداس. اول حاجة هنا في كي، كي يعني ايه؟ و. هنا مفيش كي، بيقول كي و ديومثا بيك كي باراكالومون سي، نفس كلمات في لانستروبا اغاثه، ونسال ونطلب منك يا محب البشر الصالح. الاختلاف ما فيش فرق كتير في النص، لكن هنا حصل النص زاد شويه. نوصل للقرن ال13، ديو بدل كي بقى ديو، لذلك نسال ونطلب منك يا محب البشر الصالح الرب الهنا. خدتوا بالكم النص عمل ايه؟ ده اللي بنسميه نمو النص. النمو مش غلط، بس ده اللي بيحصل. القداس بعد ما كان 10 صفحات بقى 50 صفحة، جات ازاي؟ اضافة صلوات، زائد ان الصلوات نفسها ابتدت تنفش. بدل ما نقول مرضى اشفيه بقت مرضى شعبك، بدل ما نقول نسأل ونطلب منك بقى نسأل ونطلب منك يا محب البشر الصالح، لذلك نسأل ونطلب منك يا محب البشر الصالح الرب الهنا. ده المقصود بكلمة نمو النص. قدامنا أمثلة من القرن الرابع، القرن الاثناشر، من القرن الثلاثاشر.